تمام. انا قلت لكم كده فكره سريعه عن اللي حصل الاسبوع اللي فات وخلال الاسبوع. تابعنا الحلقه نورسون على فكره يعني. تمام. شفنا الهجوم عليكي كان عامل ازاي اساسا. شفت ازاي؟ والله ما عيني. بيقولك متحيزه للمراه بتاعتي يعني، هو في حد متحسي للمراه في وسط القهر اللي فيه ده اصلا؟ مثلا يعني. حاجه غريبه جدا يعني. مين من النبي اللي ممكن فعلا ما يتحيزش للمراه؟ هي الطرف الاضعف دايما. مش كده؟ والله زي ما انا قلت كده. شايفين كده؟ انتوا شايفين كده تحيزوا الفريق كسبان. مش انتي مرأة برضو ولا احنا؟ طب انا عايزه اشوف وجهه نظرك، اخد الاول وجهه نظرك انت عشان بما ان انت غالبا هتغردي خارج السرب. ايوه. فناخد وجهه نظرك. عايز اقول لك ان معظم الرجاله بتتخض في الاول، اللي هو اول انطباع عليهم اللي هو انت اكيد هتبقي متحيزه للستات، اول ما يسمعوا كلامي ايه ده؟ لا نسمع بقى. ده انت لقطه. أيوة ده انت لقطه. لا نسمع. طب انت شايفه مين بيعاني اكتر؟ الرجل والله ولا المرأة؟ والله بصي، هو اللي بيحصل انه كتير من الستات، حتى لما شفت لما حط امبارح ايهاب على البيج عنده ان احنا جايين النهارده نتكلم في الموضوع ده، كتير معظم البنات الكومنتس بتاعتها كانت عامله ازاي، ان احنا اللي بنعاني والراجل ما بيعانيش وهو اصلا ما بيتاثرش خالص. اللي بيحصل لو جيتي بصيتي للراجل من طفولته والست من طفولتها، الست من طفولتها بتلعب بباربي وان هي البنت الرقيقه الجميله اللي عادي انها تبين ضعفها. الراجل بيتربى على سوبرمان وسوبر هيرو ان انا لازم اللحمي، انا ما ينفعش ابين ضعفي، ما ينفعش ابين ماي ايموشنز. فعلى فكره الطرفين ايموشنال، الطرفين عاطفيين، بس الراجل مش متعود او ان هو في المجتمع بتاعنا او في اي مجتمع يمكن ما ينفعش الراجل يبان بنفس الضعف. حلوه. فبيحمي نفسه بطرق تانية مختلفه، فهو بيعاني بنفس القدر. فالست اللي تتطلق وتفتكر ان الراجل ما بيعانيش، لا هو بيعاني بس بشكل مختلف في طريقه تعبيره للايموشنز. لانه ما ينفعش يبان ضعيف، ودي حاجه لا حد ما فيش حد يختلف عليها، ان الراجل ما ينفعش يبان ضعيف قدام الناس. يعني 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 بيعاني ازاي؟ بيقفل على نفسه. هقول لك على حاجه، تعالي الحمام يعني ويعيط. تعالي بصي، انا عايزه اقول لك ان عملوا دراسه كده، لقوا انه معظم الرجاله اللي بتتطلق بيحصل لهم حاجه من الاثنين، يا اما بينغمس في الشغل جدا 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 جدا، يا اما بينغمس في حاجات بقى اللي هو يشرب سجاير كتير، ياكل على طول من الشارع. فالست بتبقى هي مصدر، عارفه اللي عامله زي البالانس بالظبط في حياته، فهي بتبقى الجايدنس والارشاد بالنسبه له. فاللي هو تحافظ على اكله، تحافظ على لبسه، تحافظ على الروتين اليومي بتاعه هيمشي ازاي. هي اللي دايما بتفكره لو في مثلا ادويه، لو في اي حاجه، لو في حاجه معينه، جيم، مش عارف ايه، تشجيع. لكن الراجل فجاه بيفقد كل ده ويلاقي نفسه في الصحراء. ممكن السكرتيره على فكره تعمل. ما اللي بيحصل ان الراجل، خدي بالك، عمل في دراسه ثانيه بقى اتعملت بتقول ان الراجل ما بيستريحش ايموشنالي، ان هو لما يجي مثلا يفضفض او عارفه الملاذ العاطفي ده، لو هو متعود عليه انه مع مراته هي الكائن اللي ممكن يبان قدامها ضعيف، فجاه لقى نفسه كده في الفراغ. الست عندها صحباتها ممكن تعوض، لكن خدي بالك ما بين الرجاله ما فيش حاجه اسمها ان انا رجاله قاعدين مع بعض قاعدين بيفضفضوا قعده صحاب، والله انا مشكلتي لا. الراجل ما بيحبش يبان ضعيف حتى قدام الرجاله اصحابه، لان زي ما انت باين قوي انا كمان قوي على فكره. فهو الحل بالنسبه له ان هو يعوض ده بوجود ست تانيه على طول. انا عايز اقول لك ان في معظم الحالات ده اللي بيحصل، فتلاقي الراجل المطلق اسهل واسرع بكتير ان هو يتجوز. ايهاب. لا دي مأجورة أصلا، دي مأجورة أساسا. أنا مش عايزة، أنا هحاول بقدر الإمكان أكون حيادية. بحاول أهدي أعصابي عشان أستحمل. أنا حيادية جدا، أنا هقول 10 مرات أنا حيادية أنا حيادية أنا حيادية. أيوه لغاية ما أبقى حيادية قاعدة جنبي هنا. كل ده طبعا هو كلام عاطفي يعني. هي روشان هي متخصصه طبعا كل حاجه، بس بيغلب عليها الطابع العاطفي. عشان ست. بلاش. عشان ست. انا هضطر برضه فعلا عشان ست على فكره. خلينا نطبق الموضوع ده على ارض الواقع، ونشوف الست، نجيب النهارده شريحه لست مطلقه وراجل مطلق مثلاً، ونشوف ده بيحصل له ايه ودي بيحصل لها ايه. مثلاً. طيب رقم واحد، عشان يشتغل، عشان دي تنزل تشتغل النهارده، اوكي، تروح كده بنوته جميله مطلقه تروح تشتغل، كميه الذئاب والتحرشات والالفاظ الغير لائقه، واللي شايفها ان هي ببلاش، واللي شايفها ان هي كلمتين يوقعوها، واللي شايفها ان هي تعبانه جسديه، بيتعاملوا معاها المجتمع بيتعامل معاها ازاي؟ اوكي؟ بتبص لها ازاي؟ الراجل النهارده عشان بعد ما يطلقوا، مين اللي بيربي العيال؟ مين اللي بيشرب العيال؟ ياخدهم يوديهم مدرسه ويعلمهم ويعملهم وبتاع، ينفع يبقى الراجل اللي بيعملهم؟ عشان تبقى عندها مصدر دخل تعيش ازاي؟ الراجل في ثواني عشان تقرر تتجوز، فيجي لها شاب امور كده قوي يقول لها عايزه اتجوزك، فتقول له ايه؟ انا مطلقه. يبتدي ان هو بقى يدرس اللعبه، هي الموضوع ده ببلاش ولا هيكلفني؟ فيقول لامه والبابا يقول له انت حمار في ايه؟ يعني ايه تتجوز واحده مطلقه؟ انت ومعاها عيال. لا ولو مطلقه بس اساسا، وانت ناقصك رجل ولا ايد ولا مناخير عشان تتجوزها مطلقه؟ كمان كانت المطلقه دي موصومه وخدوها شالوا منها مثلا. مش ده واقع اصلا؟ لا 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 لا.